السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنتكلم تو على البرولين والهيدروكسي برولين. برولين اللي هو الإيمينو أسيد and هيدروكسي برولين، هو حمضين مشتقين من بعضهم. خلي friendly reminder نذكرك إنهم non-essential essential glycogenic amino acid. شو المعنى amino؟ هيك تركيبته ان اتش هيك سي او او، هذا شني، او خلينا نقول سي او اتش مش ما نلخبطكش في الشحنات. هذاك بدل من تكون يعني صيغة مفتوحة أليفاتيك أو حتى أروماتيك بشكل طبيعي، الفانكشنال جروب أو الألفا كربون لقيناها مرتبطة ببعضها، أو الآر سايد تشين ولت على الـ NH3. مش موضوعك الكلام هذا. طبعا هذا البرولين، هيدروكسي برولين فصله شني أو تشين. مش حتسأل، ما تبيش الرسمة أنت ولا تبي حاجة، لكن خذ لي وظيفة البرولين، الفانكشن. هذا الكلام اللي ينبت نقدر نصنع منه. ركز معي، بحي رقم واحد تقدر تصنع هيدروكسي برولين من البرولين. بح تعرف شو وظيفته هذا؟ بحي باي يعني هيدروكسي كيف تصنع؟ باي برولين هيدروكسي ليز. تمت. رقم اثنين كولاجين سينثيسيس، هذه مهمة جدا 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 جدا. بحي خذي معي ان الكولاجين is rich، غني in برولين and هيدروكسي برولين. تمام. مهم جدا ان العملية هي تصير ريت عملية تصنيع هيدروكسي برولين من البرولين هو need فيتامين سي. مهم جدا لان الاسكوربيك اسيد كلام فيتامينز، اسكوربيك اسيد deficiency حيؤدي إلى مرض weak collagen. شن فيها weak collagen؟ شن يسمو فيه المرض؟ scurvy أو الأسقربوط بالعربي. يصيب الحواتين أكتر حاجة، اللي يقعد بشهرين ثلاثة في البحر ومش رافع، مش رافع معاه خضروات. فيتامين سي أكثر فيتامين تحتاجه يوميا. الكاتابوليزم بتاع البرولين، كاتابوليزم البرولين يعطي جلوتامات. اهي نكتب لك هيك كاتابوليزم تعطي شني؟ جلوتامات. كملت الفيديو عشان عندي ما نزيد فيه. ننتقل واياكم الى السلفر كونتيننج امينو اسيدز في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.